المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذركم وما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهترون وآية لهم والأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس ينبغي لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم
في فلك يسبحون وآيات لهم النار الذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تعطيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ولو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الناس كربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة هم في شهور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وانتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم فتكلمنا أيديهم فتشهد أرجلكم بما كانوا يقسمون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينزل من كان أيمن كالقول والكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما ميت أيدينا فهم لا مالكون وزللنا لهم منها لكم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم هم جند مهتدون فلا يضرك كون منا نعلم ما يسرون أو ما يعلنون أولم ينسوا أنا خلقنا من نطفة ما إذا وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي نسل من يرميم قل يحيي الذي ينشا بالمرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم شجر يقدرنا فإذا أنتم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثله ولا خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كفوا فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الأفضل الذكر الله هو 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه الله هو 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا وبارك وسلم وسلم عليك مستعين بأمتي الله سبحانه وتعالى الحمد لله We normally do the hadith, the Darsi hadith on a Wednesday, but we are blessed with the night of Miraj. May Allah subhanahu wa ta'ala give us also the barakat of Miraj, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding of the hadith that we're going to read today. Alhamdulillah, we're still on Babul Iman, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about Iman, how you must have your belief inside you before you make amal on anything that you do. That is why he said, even mentioned yesterday also, that the place of an imam is a very sacred place. Even the mimbar. The mimbar is a place of our Nabi Muhammad Mustafa. The place where mihrab is called, where the imam performs his namaz, is the place of Nabi Muhammad. If a person's iman is not complete, if you find there is kami in his iman, in his belief, when he looks for fault in our Nabi alayhi salatu wasalam, his aqidah is not right. So anyone that goes against our Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, anyone that looks for a mistake or a doubt in our beloved Habib Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, that person is not fit to be standing in the place of our Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. This is Sharia. And say, even if you have a doubt, you know, the man didn't say, you heard from somebody, kisi ne kaha, okay, this person here, after namaz, he go in a casino. He heard, example, I'm giving an example of Sharia. If the person with a muqtadi, he heard with his ears, that this man, after he read his performance salah, he goes and sit in a casino. Yet he is lies. But he created a doubt in his mind. So a person, according to Sharia, that has a doubt, slightest doubt on the imam that is standing in front, his namaz is not accepted. He's wasting his time. So the person that stands in front is the imam, place of Imam al-Anbiya, Nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. It's a place to respect and a place for that person to take who follows upon the sunnah of my Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, and his iman is complete. So today again, alhamdulillah, Allah wants to make our iman strong. So he explains that he says, as we mentioned, that Sharia is a law that was passed down from Allah. But it came out from the mouth of Nabi alayhi salatu. My Nabi had that ikhtiyar, he had that power. If he said yes, it is yes. If he said no, it was no. Because nobody else was the true example of the Quran better than my beloved Habib Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So he says, وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أعطى أي ربي نبي صلى الله تعالى عليه وسلم
Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala, very great Sahabi. The Sahabi who was very poor, did not know where the next meal of his was going to come from. And a Sahabi for whom Nabi alayhi salatu wasalam made dua. When he said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, just sitting next to him, only one blanket that was covering, nothing else, no clothes. Not money to buy clothes. One blanket. And Nabi alayhi salatu wasalam comes in that mood, you know. Allahu Akbar. You are listening to somebody this morning. And he says, he talks about Miraj. I'll give you that hadith also. Shall we mention it again in Jummah? Beautiful hadith. He says, one day Nabi alayhi salatu wasalam, he comes out from his room. And he says, Ya Aisha, today I feel very happy. Ask me. What do you want to ask? He says, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, can you give me a little bit of time? He says, why do you want so much time, Aisha? What do you want? He said, no, I want to make mashwara with my father. Go by Abu Bakr Siddiq. Radi Allah ta'ala, I'm going to make mashwara and ask him. What must I ask him? Look at it. Subhanallah. He said, Aisha, you want to go to my Yare Ghar? That person who spent that night with me in that cave? Bismillah, go. Go make mashwara. So she goes to her father. She got happy. She goes to her father and says, Ya, Mu'minin Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, oh my father, Nabi alayhi salatu wasalam asked me just now, Ya Aisha, ask whatever you want to ask. And I saw that Nabi alayhi salatu wasalam was very happy. And he said, oh Abba, oh my father, you tell me what must ask. I said, Poochho kya? Then Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, he said, hey Aisha, go and tell Nabi alayhi salatu wasalam that when he went for Miraj mein jab gaye, so him and Allah spoke very good words that are secret and hidden from us. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, tell him, Aisha, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, tell us one secret only. One secret of those words that you spoke with Nabi, with Allah subhanahu wa ta'ala. She was happy. She ran back to Nabi alayhi salatu wasalam with that happiness in her heart. He said, Ya Aisha, what happened? You know what you want now? You made mashwara. Yes, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He says, ask me what you want. He said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when you went for Miraj, there were so many words spoken between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Just tell us one secret, one word, or one hidayah that Allah subhanahu wa ta'ala and you discussed. Nabi alayhi salatu wa sallam started smiling. I said, Ya, I've asked this question. My friend had asked this question. Subhanallah. Look at the iman. Then Nabi alayhi salatu wasalam says that Allah subhanahu wa ta'ala has stated that person who heals two broken hearts will get Jannah. Allahu Akbar. That person who mends a person's broken heart, Allah will give him Jannah. The words of Nabi alayhi salatu wasalam. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala is waiting anxiously. Ya Aisha, what did my Nabi say? What secret did he give? He said, oh my father, my Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam had stated, Rahmatul lil alameen, that person who mends two broken hearts and bring them together will go into Jannah. And Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala started crying loudly. Zaru qata'a ruha.
Elisha Siddiqa radiallahu ta'ala says, oh my father, why are you crying? It's a good thing. A person who mends those hearts that are broken, bring two people together. It's a good thing. And you enter Jannah, why are you crying? He said, yeah, Aisha, I'm not thinking of that. I'm thinking of all those people that broke their hearts in the first place. If they were going to Jannah, then where the others will go? Into Jannah. So my brothers in Islam also, in Miraj, this was a secret that was spoken from the mouth of our beloved Habib Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, through the mouth of Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the himmat to make people's homes and not break them, inshallah. So he said, وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. جليل القدر صحابي. He asked Nabi عليه الصلاة والسلام one day. He said, يا رسول الله. And he said, hey Abu Huraira, ask what you want. Ask. Same mood. From that point, the other side. He said, same mood. He said, يا Abu Huraira, ask what you want. He said, يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Whenever I hear something from your mouth, wallah, it goes into one ear, it comes out to the other ear. I can't remember. Make dua for me. Allah must make me in such a way that whatever word comes out from your mouth, it must stay in my heart and never come out. And Nabi alayhi salatu wasalam made that dua. And through that dua of Allah, you will find that each and every kitab of hadith, you will find most of the hadiths are revived by Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu because of the dua of Nabi alayhi salatu wasalam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the hidayah for that. So Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, he makes revival of a hadith. You must know that that hadith is authentic. Absolutely no doubt. Now you must know that the law of Sharia, they came whenever Nabi alayhi salatu wasalam needed. Like for example, so Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu says, فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ وَسَلَّمَ. Right? Why Abu Huraira? He says, Abu Huraira says, Qala ata Arabi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. One dihati, you know dihati person was a farmer. Farmer. You know farm people, they stay far, they take very long to come to you. Like in those days they had Medina, they had Makkah, was one focusing point. And everybody else is to live in the desert. So it takes them weeks, months to come to Medina. So he says, that person was a farmer who lived in the desert, Arabi. He came to Nabi alayhi salatu wasalam one day, while the Sahaba ikram were present. And he says, Wa an Abi Hurairah radiallahu ta'ala anhu, qala ata Arabi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqala tullani ala amal, iza amaltuhu, dakhaltu al-jannah. He said, this farmer, he came to Nabi alayhi salatu wasalam, and he says, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tullani ata al-amli, show me that kind of amal, that kind of practice. Iza amiltu, that when I practice upon it, dakhaltu jannah, Allah will give me jannah. So Nabi alayhi salatu wasalam says, Qala ta'budu Allah, make ibadat of Allah. Wa la tushriks bihi shay'un. And do not bring anyone or associate anyone with Allah subhanahu wa ta'ala. In being a Muslim, bring two gods. One will say, no, bring the sun from the west. The other will say, bring this from the east. What's going to happen? Qiyamah. Can there be two gods? There can only be one. And ta'budullah, you must make ibadat, worship only Allah and nobody else. Now from here only you will see that Allah subhanahu wa ta'ala is showing us our iman. But see in this hadith now, he didn't say that must read the kalma. Why? Because the kalma, they didn't need to talk about the kalma here. The kalma was read before. The kalma wasn't read, he wasn't a Muslim. If he wasn't a Muslim, he wouldn't come to Nabi alayhi salatu wasalam. So he's a Muslim now, he's going to become a mu'min. So Nabi alayhi salatu wasalam says, I'm going to show you that amal which will take you to Jannah, qala ta'budullah, make ibadat of Allah. Now when you make ibadat of Allah, there are many ways of making ibadat. You know your farz, you get your farz namaz,
your hajj, your zakat, your kalma. This is first. And then you get those amals that will take you even closer to Jannah and closer to Allah, which is nafil salah, nafil ibadah, optional acts. You get first, you get optional acts as well. Kawin is